بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم. النهارده كنا على موعد جديد مع افتتاحات جديده لمشروعات جديده بتغير من شكل الخارطه الجغرافيه للدوله المصريه. كنت منذ ايام قليله اتحدث عما جرى وما تم انجازه في مدينه المنصوره في شمال مصر من الناحيه الشرقيه. واليوم كنا على موعد مع افتتاحات جديده في شمال مصر من الناحيه الغربيه وتحديدا في مدينه الاسكندريه حيث شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المصريين في افتتاح مجموعه من المشروعات كان على اساس ان يكون هناك موسم للافتتاحات هذا الموسم هو موسم الحصاد، حصاد مشروعات تم البدء فيها منذ ربما شهور او سنوات. النهاردة كنا على موعد مفتاح محور التعمير الذي تم اطلاق اسم المشير فؤاد ابو زكري قائد قوات البحرية في حرب اكتوبر عليه وهذا المحور تابعتم اليوم بالتفصيل ما قيل عن المحور ومواصفاته الفنية والهندسية والاهداف التي من اجلها تم تصميم هذا المحور بهذا الشكل بهذه المسافة في هذا المكان والمجهود أو الجهد الهندسي الذي بذل لتغيير واقع التربة كما شرح الخبراء والفنيين لكن في كل الأحوال كل هذه تفاصيل ويبقى هذا المشروع بهذا الشكل ليغير من شكل الخارطة الجغرافية في شمال مصر النهاردة هذا المحور محور فؤاد أبو زكري محور مشير فؤاد أبو زكري تم إنشاؤه وسط الملاحات وتم التعامل بشكل علمي مع الموقف سواء الانشائي او الموقف النهائي بهذا الشكل لتتغير هذه المنطقه منطقه مهمه وتساهم في تهيئه الاجواء لكي تصبح مصر دوله لوجستيه من الطراز الاول لان هذا الطريق هذا المحور سيكون جزء من الطريق الدولي اللي يربط مصر بشقيقاتها في شمال أفريقيا وأيضا إلى الشرق حيث يلتقي مع بعض المحاور المرورية الأخرى اللي بتؤكد وبتقول أن مصر فعلا عندها شرائين جديدة بدأت تنتشر في ربوع مصر شرقا وغربا شمالا وجنوبا وهذه الشرائين هي آه بتمثل آه منافس حقيقية للتنمية والتعمير خليني أدخل إلى الموضوع النهاردة سيادة الرئيس وكان المكان الحقيقة غاية في الروعة غاية في الجمال غاية في الأخذ بالألباب المكان نفسه مكان مؤثر يعني أنا كنت موجود في المكان تقريبا ساعة سبعة صباحا أو قبل سبعة صباحا شايف الناس سواء عمال ولا مهندسين ولا فنيين كل الناس في حاله سعادة حقيقية لأنه المشروع خد وقت وخد مجهود عشان يخرج بهذه الصورة. مش مجرد مشروع طريق. مش مجرد مشروع محور ولا مجرد مشروع لخدمة وتسهيل وتيسير وتسيير حركة النقل والمرور والتجارة، وإنما مشروع أيضا له أبعاد تنموية. المكان اللي شفتوه أهو قدام حضراتكم فيه ما يمكن ان نسميه تنميه او تنميه شامله في مشروعات تجاريه في مشروعات خدميه في فنادق في اسكان في متنزهات في سياحه كل ده قدام حضراتكم بهذه هذه الصوره لو ما نعرفش ان هي جايه من مصر او من مكان في مصر هنقول شايفين الدول بتعمل ازاي شايفين الدول بتنظم ازاي شايفين الدول بتعيد ترتيب آآ آآ امكانياتها ازاي هنقعد آآ يعني نقصوا على انفسنا نقول ليه احنا ما نبقاش زي الدول دي لكن لما يبقى ده موجود عندي في مصر ربما ربما كثير منا لا ينتبه ولم ينتبه لامكانياتنا ايه اهو يعني ده المشروع اللي قدام حضراتكم اللي انتم تابعتوه النهارده على شاشات تلفزيون اثناء افتتاح السيد الرئيس ليه ده كان ايه الاول واصبح ايه دلوقتي كان شكله ايه واصبح شكله ايه كان امكانيات مصر مهدرة قد ايه ومقاومات مصر مهدرة قد ايه ودلوقتي شايفين ايه اللي بيحصل شايفين النقلة الحضرية راحت بينا لحد فين اهو آه الصورة رويدا رويدا بتتضح محور ابو ذكر اهو اللي هو كان محور التعمير ومش هتكلم ولا هقف عند ارقام كم كيلو كم كوبري كم حاره كل هذا الامر ربما الناس عرفاه وفهماه لكن انا منظوري الى هذه المشروعات مشروع محور التعمير او محور ابو ذكري والمنصورة الجديدة والعالمين الجديدة والعاصمة الجديدة وكل ما هو جديد انا بيمثل بالنسبة الي فلسفة جديدة صاغها وسكها الرئيس عبد الفتاح السيسي فلسفة العمران اللي بتؤدي الى اعادة رسم الخريطة الجغرافيه للدوله المصريه